ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور يحيى زكريا، أستاذ المحاسبة والمراجعة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير دكتور يحيى. بداية عاوزين نعرف أهم وأبرز ملامح خطة الميكنة والتحول الرقمي في منظومة الضرائب المصرية، وفكرة المشاهد العادي عاوز يعرف يعني إيه الكلمة القصة بتاعت أن أنا مش هزود ضرائب ولكن الحصيلة نفسها هتزيد. طبعا هو لما المشروع الكبير بتاع الدكتور معيط هو ماشي فيه من فتره فاتت موضوع الميكنه، طبعا كان في الكلام ده ابتداء اكثر من مره. طبعا الميكنه لما بتنتشر كل الشركات، كل ما زاد عدد الشركات اللي بتخش في المنظومه، بالتالي النهارده عشان هي ملاحظه في محلها ان انت ازاي هتزود الحصيله 15% او اكثر او اقل دون اعباء اضافيه. هو الفكره في ان انت النهارده في بعض الممولين ما كنتش متفق عليهم بالقدر الكافي، فهم دلوقتي اللي هيزودوا الحصيله لما تخش. يعني النهارده الميكنه كل اللي هيخش النهارده 20 مثال الاقرارات الضريبيه اتقدمت المره اللي فاتت لما توسعت، واعتقد ان في السنه الجديده ان شاء الله ربما يتم بعض التسهيلات، بعض الملاحظات اللي احنا اتكلمنا فيها وغيرنا اتكلمنا فيها قبل كده، هتلاقي عدد المشتركين في المنظومه هيزيد، وبالتالي عدد الممولين المشتركين هيزيد، وبالتالي قدره مصلحه الضرائب للوصول لاكثر عدد من الممولين هتزيد، وبالتالي الحصيله هتزيد. النهارده مش بالضروره ان انا ازود التعريفه الضريبيه او ازود الشرايح عشان ازود كده، لكن كان في جزء هادر ما كانش بيتم التحصيل، هيتم التحصيل من خلال المنظومه الجديده ان شاء الله. دكتور يحيى، لو اتكلمنا عن قانون الاجراءات الضريبيه الموحد وازاي بيستهدف دمج وتبسيط وميكنه اجراءات ربط وتحصيل الضريبه. هو طبعا المنظومه الضريبيه الموحده هو كان اساسي فيها لازم يكون موضوع الميكنه يتم عشان تقدر، لان ده حجم من الاعمال كان من غير عادي. يعني كان زمان من المعروف ان اي ضرائب في فحص ضريبي وبيرسل اليه عدد من الشركات عشان يقوم بالفحص. الموضوع ده كان بيحتاج عدد كبير جدا من الفحصين الضريبيين، وبالتالي بيحتاج مجهود اكبر، والنتائج بتاعته مش كانت دايما بتطلع يعني ايجابيه، لانه العمل البشري دايما فيه نسبه خطا. لكن لو دخلنا موضوع ما كان موضوع الحصر، وبعدين زي ما سمعت ان هيبقى في برامج للفحص الضريبي كمان هتساعد في موضوع الفحص الضريبي، فكل ده بيصب في الاخر النهارده ان النهارده هي منظومه متكامله. فكان لازم يتم النهارده يتم الميكنه اولا عشان يتم الدمج. يعني ايه الموحده؟ ان انا النهارده عندي كان عدد اكثر من رافد الضرايب كان بيتم المحاسبه عليه، النهارده لما تضمهم كلهم في نفس واحد، يعني الممول الواحد النهارده ممكن يكون عنده اكثر من نشاط، عنده ثروه عقاريه، عنده نشاط تجاري وصناعي، عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. الاول زمان كان بيقدم لكل نشاط منفصل، النهارده بيضم كل ده في ملف ضريبي واحد، وبالتالي يحتاج مجهود اكبر، محتاج درجه عاليه من التركيز، وبالتالي النهارده الميكنه كانت اساسا في الموضوع، ما كانش ينفع انه يعمل المجهود ده كله مع عدد الممولين ده كله. واحنا شايفين احنا كل سنه لو حضرتك النهارده لو حد قدر يعمل حظر من الضرايب او من السجل التجاري، شوف عدد الشركات الجديده اللي بتخش قد ايه والمتفاعلين قد ايه، هتلاقي فيه نسبه نمو غير عاديه بالتمام. ده كان بيتطلب ان مصلحه الضرايب تكون هي كمان عندها من الكوادر والميكنه اللي تقدر توازي هذا، عشان على الاقل تقدر تسيطر على السوق الضريبي، المجتمع الضريبي. ثانيا الحصيله الضريبيه، لان احنا عارفين ان الضرايب مش في مصر بس، حتى في امريكا والدول الكبيره كلها الضرايب هو رافد اساسي من رافد المواطن العامه، وبالتالي كان موضوع فكره الميكنه ربما الى حد ما يعني لو كان بدانا من بدري شويه كان هم نتائج افضل، ولكن ان تبدا متاخرا افضل الا تبدا ابدا. تمام دكتور يحيى، يعني من سنوات كنا نتحدث عن فكره دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، او دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الحقيقي، وفكره الحصيله الضريبيه، ووصل كل الاحصائيات ان يمكن الاقتصاد غير الرسمي يوصل ل 50% او قد الاقتصاد غير الرسمي نفسه، يبقى قد الاقتصاد الرسمي او بياخد 50% من اقتصاد الدوله. فكره الميكنه هل ستساعد فعلا في فكره دمج الاقتصاد غير الرسمي، ام هناك نقول ممانعه ببعض الاحيان فيما يتعلق بهذا الدمج؟ هو طبعا الممانعه موجوده وستظل موجوده، ولكن بنسب الميكنه هتخفف منها تدريجيا، ما اقدرش اقول انها تخفف فجاه ولا نسبه نقدر نقول قاطعه، لكن لا انت النهارده لو حضرتك بتتكلم النهارده او انا او غيرنا بنسبه الاقتصاد الرسمي حوالي 50%، لا انا وجهه نظري هو اكثر من 50%. لكن انت النهارده لما بتعمل تسهيلات في موضوع الميكنه وبعد الثقافه الضريبيه تبدا تنزل، وبعدين برضه الاعلام له دور، المفروض ان انا بدعو وزاره الاعلام ان هي تعمل بعض البرامج بالتوعيه عشان الناس تفهم يعني ايه الاجراءات الجديده، لان في ناس كثيره فاهمه ان انت النهارده عشان تروح مثلا تفتح حساب في البنك وان انت يبقى عندك مكنه تحصيل اموال وانت بتبيع
لان ده بيسمى عليك ضرائب اكثر. يعني لازم نفهم الناس ان كل ده كله يعني مش بالضروره ان انت عشان تدفع ضرائب. بالعكس انت النهارده عشان تفتح سجل تجاري وتفتح حساب ضريبيه انت النهارده بتشتغل في النور، وبالتالي تفهموا الاعباء اللي هتيجي عليك، لان يعني في ناس متخوفه دايما من الحته دي. ولكن حته ان النهارده الاجراءات الجديده وان انت تفتح مجال الدفع الالكتروني والتكون، هو طبعا المستقبل جاي جاي خلاص يعني. بس انا بقول الموضوع محتاج وعي وتوعيه في المقام الاول، لان الموضوع طبعا كل اي حد يعني بعض الاخوه زمايلنا واصدقائنا اللي مشغلين في مصلحه الضرائب احيانا بدون ما يقصد لما تيجي تتكلم على اي حاجه اهم حاجه اول نقطه تتكلم فيها يقول ايه؟ وهتزيد الحصيله الضريبيه. بعد يعني بترتبط مع الممول العادي ان انا هعمل اي اجراء معناه ان انا الضرائب هتخش عليا. انا عايز نفسي الاعلام يوضح ان في فرق ما بين ان انت تبقى عندك مشروع، يعني النهارده الضرايب عامله اكثر من حاجه، يعني في مشروعات ضريبيه صغيره عند عايز تبقى ضريبه قطعيه اللي دي ان انت لو عندك دخل في السنه قد كده هتدفع عليه قد كده وخلاص. الكلام ده ما تمش القاء الضوء عليه بما يكفي. انا شايف هل هي ضرائب قطعيه ام هي رسوم؟ يعني هل تحط بتتحط تحت بند الضرائب القطعيه، ولا فكره رسم الحصول على الخدمه او رسم مزاوله هذه المهنه او هذه الخدمه؟ لا هو طبعا حضرتك هو الضريبه غير الرسم طبعا زي ما انت حضرتك عارف. الرسم مقابل خدمه، لكن الضريبه مش مطالب ليها خدمه. يعني انا النهارده بدفع الضريبه مش مقابل خدمه، لان ده جزء بيتقطع من الممول للدوله عشان الدوله بتقوم بخدمات اخرى متنوعه، لكن الرسم مقابل خدمه مباشره. يعني انا عايز اطلع شهاده ميلاد بدفع حق شهاده الميلاد ده في رسم، عايز اطلع رخصه فبدفع حق. اما الضريبه مش بالضروره ان انا اخد مقابل ليه. وعشان كده الثقافه الضريبيه والوعي لازم يزيد تدريجيا، ونفهم الناس ان مش كل حاجه ان انت هتعمل اجراء معنى انت تسجل تعمل تسجيل تجاري وفاه ضريبيه معناها ان انت سلمت نفسك لمصلحه الضرائب. لا، في اكثر من شكل وحجم. المشروعات الصغيره لها معامله، والشركات الكبيره لها معامله. محتاجه ان وزاره الماليه تبذل بعض من المجهود عشان الفكره توصل شويه، لان هي فكره جيده والمشروع ده جيد جدا جدا جدا. الضريبه القطعيه بتنزل في المشروعات الصغيره. انا ارجو ان مصلحه الضرائب يعني تبذل بعض المجهود شويه، طلع الناس اللي عندها هم فاهمين الموضوع اكثر ويشرحوه وياخدوا مساحه في الاعلام اكثر، لان شايف ان ده وسيله مهمه جدا 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 في المرحله دي. صحيح، ولانها هذه المنظومه في غايه الاهميه دكتور الحقيقه، واحنا بنتكلم على خطه الميكنه والتحول الرقمي اللي هو اتجاه عام للدوله المصريه منذ فتره وهو في غايه الاهميه. لكن لو ركزنا في كلامنا على كيف سيسهم هذا التحول في تقديم خدمه جيده في وقت اقل وبدرجه امان عاليه، وهذه النقطة بالذات، ومش بس كده كمان، هل عندي الكوادر الكافية وتأهيل أيضا الكوادر لمواكبة هذه المنظومة الجديدة يا فندم؟ ما هو هي دي النقطة اللي احنا بنقولها، ان احنا دايما التغيير لما بيتم تدريجيا تقدر تقوميه، لكن النهارده لو انت وسعت الدائرة وانت ما عندكش كوادر، الملاحظة بتاعت حضرتك في محلها جدا يعني. صحيح. انا النهارده كمصلحة ضرائب او كوزارة المالية عشان اعمل الخطوة دي انا محتاج يكون عندي كوادر. طبعا هو اللي يقدر يجاوب عليها لان هو داخل المطبخ وعارف عنده كوادر ولا ما عندوش كوادر. هو ده مهم جدا النهارده، لان النهارده لما اجي افحص ضريبه النهارده، انا احيانا لما كان بيطلع مثلا تعديل جديد وانا بتصل يعني مهنيا يعني بحد من الزملاء اللي شغالين، وليه هو نفسه ما هوش ملم بكافي بالموضوع، بحس ان الموضوع محتاج ان احنا يعني محتاجين من جوه الكوادر بتاعتنا يكون عدد، وفي نفس الوقت المستوى بتاعهم يكون على اعلى مستوى. في ناس كويسه جدا جدا جدا، لكن انا ارجو ان احنا يعني نزود دورات تدريبيه ليهم وللداخلين، لان هم جوه المطبخ وعارفين. فبالتالي ملاحظتك في محلها ان احنا النهارده الكوادر، انا شخصيا ما اقدرش اجاوبك عليها لان انا مانيش جوه مصلحه الضرائب وما اعرفش، بس اعتقد ان هم مستعدين بقدر ما. محتاجين يزودوا طبعا، اكيد محتاجين يزودوا، وكل ما المنظومه محتاج تزود الميكنه مش معناها ان احنا هنوفر العنصر البشري اللي يشتغل عنه اطلاقا، بس هو يعني اسلوب الاداء هيختلف شويه عشان العائد من وراه يطلع افضل ان شاء الله. صحيح، اتضحت الرؤية. دكتور يحيى زكريا أستاذ المحاسبة والمراجعة، شكرا يا فندم لكل هذه التوضيحات.